أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم التسجيلات القادمة، ولا تنسوا أن تعملوا لايك. وبداية أشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقي. اسمحوا لي أن أقدم طبعتي العربية للقرآن، التي هي جزء مما أسميه ثورة العقول. هذا هو الكتاب أمامكم، نسخة مؤقتة، قيد العمل، أعمل عليه ليلا نهارا. هنا تجد رابط التواصل معي، رقم الواتساب وعنواني الإلكتروني لمن يريد أن يعلق على هذا الكتاب أو أن يكون ضيفي. الرجاء عدم الاتصال صوتا لضيق الوقت، وإن كان هناك ضرورة فسوف أتصل بي صوتا. هذا العنوان هدفه هو تعليق على هذا الكتاب أو قبول استضافتكم في قناتي أو قناتنا، ما دام أن هذه هي القناة للجميع، قناة البروليتاريا كما تسمى، وقناة من لا قناة له وصوت من لا صوت له. عنوان الكتاب: القرآن الكريم سلسل التاريخي وفقا للأزهر، وتضمن الرسم السرياني والكوفي، ويذكر مصادر القرآن وأسباب النزول والقراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ ومعاني الكلمات المستعصية والأخطاء اللغوية والقراءة السريانية والعبرية. يمكنكم تحميل هذا الكتاب من هذا الرابط. الكتاب غير متوفر ورقياً. الكتاب غير متوفر ورقيا. ادخلوا هذا الموقع، سجلوا فيه من دون أن تدفعوا فلوس، وحملوا الكتاب وقارنوا بينه وبين طبعة السعودية. أريكم داخل هذا الكتاب. على اليمين حرف الهاء تشير إلى أن الآية هجرية، 92 رقم السورة بالتسلسل التاريخي، 4 بالتسلسل الاعتيادي، 87 رقم الآية، وبالأحمر رقم الهامش لتلك الآية. هنا عندكم القرآن بالأحرف السريانية، عمل صديقنا نضال رستم. وهنا القرآن بالخط الكوفي أو الرسم الكوفي الذي كتبت به المصاحف القديمة أو كثير من المصاحف القديمة. وهنا عندكم الرسم العثماني مضافا إليها علامات التركيب الحديثة من عمل العبد الفقير. وهنا عندكم القرآن بالرسم الإملائي. بعد هذه المقدمة أرجع إلى موضوع هذه الحلقة. مهندس سوداني اعتقد بأني دخلت فعلا في الإسلام. إذن مهندس سوداني اعتقد فعلا أني دخلت في الإسلام. قبل بضعة أيام سجلت حلقة مع أختي فري من المغرب. كان عنوان هذه الحلقة دخول الدكتور سامي الذيب في الإسلام. دخول الدكتور سامي الذيب في الإسلام، هي من اختارت العنوان، وهي من طرحت الأسئلة. كنت ضيفها في تلك الحلقة، ولم تنظم معي مسبقا
الأسئلة التي تريد أن تطرحها علي، ولم أكن مستعدا لهذه الأسئلة، وكانت أجوبتي عفوية، كانت أجوبتي عفوية، وقد تميزت الحلقة بروح من الفكاهة. حاولت يعني أن أجيب بكل صراحة، وبطبيعة الحال لا أظن أن أحدا منكم اقتنع بأني دخلت الإسلام. إذا ما تابع الحلقة فهي أسئلة مستفزة وأجوبة هزلية حول موضوع دخول الدكتور سامي الذيب في الإسلام. اختارت هذا العنوان أختي نفري لأن هناك كثير من يدعوني إلى الإسلام، فقالت لي: دعنا نجرب، نعمل حلقة حول دخولك في الإسلام. أريكم هنا صفحة هذه الحلقة، أظنكم شاهدتوها، جاء عليها عدد من المشاهدات والتعليقات. إذن شاهدوا هذه الحلقة حتى تروا مضمونها، هي حلقة تتضمن أسئلة مستفزة وأجوبة هزلية. بطبيعة الحال يعني تعرضت فيها إلى موقفي من الإسلام والقرآن وأمور أخرى. أدعوكم إذن لمشاهدة هذه الحلقة، وكما قلت لكم العنوان كان مستفزاً والأسئلة كذلك والأجوبة كانت هزلية هزلية، والغريب في الأمر أن بعد هذه الحلقة اتصل بي مهندس سوداني صديق لي يعمل في القاهرة. عندما أقول صديق لي أنا أعتبر الجميع أصدقائي، ولكن كان لي معه حوار في كثير من المرات حول كتاباته وكتاباتي، واستضفته أيضا في قناتي إحدى المرات. وهذا المهندس الصديق جدا حباب حقيقة، اعتقد بأني فعلا دخلت الإسلام، فبعث لي برسالة صوتية طويلة نوعا ما، رأيت أن أسجلها لكم أو أن أنقلها لكم، وأترك لكم الحكم عليها. إذن دعونا نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي بعثها لي. مساء الخير يا دكتور سامي، تحياتي لك وأسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله، وأعتذر لك عن التأخير جدا، أنا آسف للغاية في تأخير التعليق على الفيديو الرابط اللي أنت رسلته لي. الآن لأن الشركة نشطت متأخر جدا للنت، واستمعت الحلقة كاملة وأهنيك تهنئة خالصة وصادقة ومحبة لدخولك الإسلام إن شاء الله، وربنا يتقبل منك ومننا صالح الأعمال إن شاء الله، والإسلام يجيب ما قبله دي ما في 2-3، إن شاء الله ربنا يتقبل ويثبت الأجر إن شاء الله. وأنا بجد يعني بجد بجد بكل صدق أنا سعيد للغاية، سعيد لأبعد الغايات بهذا الخبر وبهذا النبأ الجميل، وربنا يثبت الإيمان وربنا يثبت اليقين في قلبك وفي قلوبنا جميعا إن شاء الله. وأنا سعيد، وإن كان الحلقة
أنا علي على ما آخذ كحوار، يعني بالنسبة لإقامة الأستاذ سامي الديب المفروض تكون الأسئلة على مستوى عالي، فأنا هحاول أطرح بعض الأسئلة لك في لاحقا، يعني هكتب لك هرسل إن شاء الله، وأتمنى الإجابة عليها في حلقة عندك، يعني دون إذا حبيت ذلك، يعني لأن حتكون طويلة، فكونك تكتب حتكون طويلة عشان ترد على هذه الأسئلة، فتكون في شكل محاضرة وتكون في شكل مداخلة باليوتيوب بعد ما أرسل لك، وتحاول تجاوب على مهلك فيها إن شاء الله. بس الملاحظة الثانية اللي هي مسألة الطوائف الدينية أو طائف الإسلام، ف يعني إني لك من الناصحين إذا حبيت تأخذ نصيحة مني، فما تقيد نفسك بأي طائفة دينية، سنية أو شيعية أو أي واحدة من الطوائف، ولا المذاهب الإسلامية، المذاهب الأربعة وعدد المذاهب، ولا خلاف ولا غيره، فخليك حر في تفكيرك، حر في شخصيتك، حر في أدائك، حر في كل شيء. وأكبر شيء أنا أوصيك به هو علاقتك بالقرآن، يعني هو الوحيد اللي ممكن تعمل معه علاقة وتكون أنت أسير له بكل حب، إنك تكون أسير له، لأنه لا يحل بينك وبين الله. فكل هذه الطوائف بتشوب من العقائد ما تشوب، فهتأثر على سلامة الفكر عندك وعلى سلامة العقيدة عندك، فهي ليست كلها على صدق ولا، وبعد ربنا ما حيسألك يوم القيامة عن المذهب أو عن الطائفة أو عن هذه المسائل، حيسألك عن أعمالك وحيسألك من أفكارك، يعني حيسألك، وهي المدخل لك للنجاة إن شاء الله. فما تقيد نفسك بمذهب ولا بطائفة ولا سنيين ولا شيعيين ولا هم يحزنون، خليك إنسان حر كما عهدناك وكما أنت، كما خلق الله الإنسان الحر. الملاحظة الأهم من ذلك كله دكتور إذا سمحت لي، هي ملاحظة مهمة جدا جدا، الإسلام معناته التسليم، الإسلام من التسليم، فأنا في اعتقادي والله أعلم أن هذا التسليم عندك ناقص. ليه؟ لأنه في المحاضرة أنت تكلمت فيها أنك أنت هتظل هذه الطبعة بتاعت القرآن، الطبعة العربية للقرآن كما هي بإجازة الشيخ الجنيف ولا إجازة عليها وهكذا، وهذا خطأ، ده ما صحيح، لأنه التسليم يستوجب حذف، التسليم أو الإسلام يستوجب منك حذف كلمة الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم، فده بيتعارض أو بيتناقض مع مبدأ الإسلام، مبدأ التسليم، مبدأ السلامة والمسالمة في النص القرآني، وهو عاوز حذف وليست مراجعة. المراجعة بتتطلب في كل الأفكار القديمة وبناء على أساس إن كتب جديدة أو تطرحها في شكل كتب أو تطرحها في شكل أطروحات أو خلافه، لكن حتى يكون الكتاب، فإذا كان شكروا أو أجازوا لك بعض الجماعات أو بعض الأطراف أو بعض الأفكار أو بعض العقول، فبالطبع حتكون ملاحق أنت بالنقد وبالسخرية وبالتصويب أينما كان، لأنه هذا الخطأ لا يقبل. يعني إحنا في التسليم مبدأ بنعيد نفسنا نحن البشر بالقصور من الفهم الكامل للقرآن والنص القرآني من المراد فيه، علما بأن النص القرآني كل الآيات يعني بالدفتي المصحف ليس فيها تعارض أو تناقض نهائيا ومطلقا. المشكلة فينا نحن البشر، المشكلة فينا نحن الناس الذين يقرؤون القرآن، هم اللي يفتكروا إنه القرآن فيه خطأ، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الخطأ فينا نحن في قصورنا في الفهم، دي من المسائل اللي يجب أن تصحح في سلامة العقيدة، في سلامة العقيدة، وأنت حديث عهد بهذا المسألة يعني. فأستميحك بهذه الملاحظات بحذف ما في الباب التبويب بتاعك، وده عمل كبير جدا وعمل ضخم جدا، بحذف كل ما يستوجب ما يسمى بالأخطاء اللغوية في القرآن والمراجعات أو النقدية اليوم، لأنه بيتعارض تماما مع سلامة العقيدة، يتعارض تماما جدا، بل يهدم كل فكرة عندك بسلامة الإسلام بتاعك، وبتكون ملحق بالنقد والسخرية، ربما تكون معرض برضو للمسائل القانونية أو في مسائل زي دي، حتى يتم القبول والنشر له بصورة سلسة، بصورة مقبولة، بصورة جيدة، لأنه ده عمل إنتاج فكري، إنتاج كبير جدا يعني. فدي النقطة الضعف في الكتاب، إن لازم تحذف مع سلامة العقيدة، لأنه نحن بنسلم التسليم الكامل لله، ونشوف القصور أو الأخطاء فينا نحن وليس في النص القرآني. فأرجو تدقيق في هذه المسائل لاحقا يعني، ومراجعة الكتاب مراجعة صحيحة. أما المعتقدات الشخصية ببول الإبل وبالزواج وبكذا، فطبعا هذا سلوك شخصي، لكن إذا سمحت لي يا دكتور، إذا سمحت لي، مسألة بول الإبل ده كله كلام خرافات وكلام فارغ، لا أساس له من الدين ولا أساس له من الصحة. وكذلك مسألة
حكاية المثنى والثلاث والرباع. طبعا هي بتحتاج منك إعادة النظر في اللغة العربية وفي معاني اللغة، في البحث فيها كثير جدا. فمثنى خلاف اثنين، وثلاث خلاف ثلاثة، ورباع خلاف أربعة، وهكذا. وهذه كلمة طويلة يعني، أنا ربما ألحقك بها لاحقا. فانكحوا ما طاب لكم، وليس شرط أن تكون زوجتك السويسرية مسلمة يعني، ليس شرط. فدي حرية. و الحاجة برضو تحتاج برضو مراجعة وبرضو ملاحظة إذا سمحت لي، هي ملاحظة حد الردة. حد الردة هو قالت به جماعة أو جماعة متشددة في الإسلام، لم تدع الإسلام، وليس موجود في القرآن. حد الردة في القرآن لم موجود، وإنت دارس في القرآن فلا يوجد حد الردة. وليس ذلك يعني بسهولة في مسألة الحرية والدخول في الدين أو في غيره، لكن بتكلم عن النص. ونحن نحن كلنا كدعاة تنويريين، ولازم تكون من الناس التنويريين الكبار يعني، نحاول نغير القوانين الوضعية في الدول العربية بإزاحة ما يسمى بحد الردة من النصوص الدستورية في الدول العربية والقوانين التشريعية في الدول العربية وفي غيرها يعني، الناس بتعمل بيها. دي جملة الملاحظات على الـ على الـ الكلمة أو الدخول في الإسلام. سامي، دخول سامي الدين في الإسلام، ونسأل الله تعالى القبول والثبات والرشاد يعني. وأنبه وأكرر حتى إذا فات عليك شيء في كلمة دي، يمكن تعيد المقطع الصوتي أكثر من مرة حتى أنك تنتبه لهم. وإن شاء الله لنا لقاءات يعني في الميدان، في ميدان واسع. لكن أنا أطلب بتخطين عدم دخولك أو تصنيفك تحت أي طائفة دينية، إذا كان السنية، إذا كان الشيعي، إذا كان خلافه. أبعد من المسألة دي تماما، ودي ما عندها علاقة بالدين ولا عندها علاقة بسماحة العقيدة ولا سلامتها. فلا يحول شيء بينك وبين الله، ما في شيء بيحول بينك وبينه. وأكبر ما يمكن يدلك عليه هو القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا درست المسألة صحيح، هما الاثنين مباشرة في النصوص. ونحن عندنا في النصوص مقالات طويلة جدا في دحض الأحاديث النبوية، إنه هي فيها 1% بس صحيح يعني، 99.9% هي خطأ، ومن حوله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني 1% عاوز بحث جاد عشان تعرف 1% هو صحيح وين. فأرضى أحيي لك على القرآن، وأحيي لك على حياة النبي في حال خاصة نفسه في العبادة وفي المعاملة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الحديث. أنا آسف إذا طلت عليك، لكن يهمني جدا جدا، وأنا سعيد للغاية وأكرر سعادتي بهذا النص، دخول دكتور حسام الدين في الإسلام. وأسأل الله إنه جات إشارة في المنام من فترة طويلة جدا أنا رسلت عليك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا في المنام، بإنه قال للدكتور كريستوفر لوكسون بارك إنه يبحث في الخطبة النبوية، خطبة الجمعة، إنه يبحث فيها، وإن كان لن يجدها، لكن ربما الإشارة دي تفيد في دخوله للإسلام برضو. إنه النبي أشار إنه لوكسمبورغ ما أمر، لكن أشار لي أنا، بالنسبة لي أنا، إنه يبحث عن خطبة الجمعة. فحبذا تبلغه هذه الرسالة والتكليف. وشكر لك وكثر خيرك وبارك الله فيك، وسعيدين سعيدين للغاية بالمداخلة، وسعيد جدا بالمبادرة بتاعت الآراء ومبادرة الشريط. جزاك الله خير وكثر خيرك. معك بدر الدين العتاق من القاهرة، سوداني ومهندس مدني سوداني، وأتطلع لدراسة القرآن بصورة أوسع. السلام عليكم ورحمة الله، وحمدك إن شاء الله بالأسئلة فيما بعد. إذن هذا ما جاء في رسالة صوتية من الأخ المهندس السوداني. استمعت لهذا التسجيل أكثر من مرة، وكانت حيرتي كبيرة، هل هو فعلا استمع للتسجيل أم لا؟ هل هو استمع للتسجيل أم لا؟ إذا أنا يعني دققت في مضمون رسالته الصوتية، يظهر أنه فعلا استمع للتسجيل، ولكن كيف استنتج بأني دخلت الإسلام؟ هذا أمر حيرني فعلا. الحلقة كانت يعني من اقتراح صديقتنا المغربية الأخت فري، كان العنوان مستفزا كما قلت لكم.
عنوان الحلقة كان دخول الدكتور سامي الديب في الإسلام. هي من اقترحت الحلقة، وهي من وضعت الأسئلة ولم ترسلها لي مسبقا، وأجبت عليها بكل عفوية مباشرة بروح هزلية. فكم كان استغرابي أن يستنتج صديقنا السوداني، المهندس السوداني الذي يعيش في القاهرة، بأني دخلت الإسلام، وأخذ يبدي لي نصائحه. فكتبت له ما يلي على الواتساب: أنا مستعد استضافتك، أنا مستعد استضافتك لكي تعرض رأيك بكل حرية لمدة 45 دقيقة، ونفتح الحوار حوله إن أردت. وأعطيت مجددا رقم الواتساب وعنواني الإلكتروني. فقبل الدعوة، وأرسل مجموعة من الأسئلة، سوف أحاول هنا بعد إذنكم أن أقرأ لكم هذه الأسئلة التي هو أراد أن نناقشها في الحوار. أنشرها لكم لكي تفكروا فيها في انتظار لقائي معه في الأيام المقبلة لمناقشة موقفه من هذا الموضوع. إذن هو أرسل لي عددا من الأسئلة، أقرأها لكم بعد إذنكم. هي أسئلة طويلة نوعا ما، 20 سؤال، 20 سؤال، لكن يعني توضح موقف صديقنا السوداني. يقول: أولا، ما هي الدوافع الحقيقية لاعتناقك الإسلام؟ وكم استغرقت من الوقت في التفكير حتى لحظة التنفيذ؟ وبماذا كنت تشعر طيلة فترة التفكير وبعد التنفيذ؟ سؤال ثاني: من الذي أثر عليك وله الدور المباشر، سواء كان شخصا أم كتابا، وجعلك تفكر في موضوع الدخول في الإسلام؟ سؤال ثلاث: هل تخاف من حد الردة في الإسلام إذا فكرت في تغيير دينك من جديد، وأثر الخرافة بعامة في تفكيرك، والسائدة بالتداوي ببول الإبل بخاصة؟ أنت قلت بخلطه مع قليل من الصودا أو الخمر على سبيل المثال أو المزاح، هل تؤمن بالخرافة؟ سؤال 4: كيف لك ولنا أن نزيل قانون وتشريع ما يعرف بحد الردة من دساتير وقوانين الدول العربية باعتبار حرية الأديان؟ سؤال 5: إلى أي مدى يمكنك أن تتعامل مع حياتك الجديدة؟ ما هو التغيير أو التغييرات التي اكتشفتها باعتبارها لم تكن في أصل تفكيرك من قبل؟ وكيف تؤدي عبادتك حاليا؟ سؤال 6: قضية الزواج من أخريات يخالفنك المعتقد، هل يؤثر ذلك على حياتك الشخصية مثل زوجتك الحالية وأولادك، ولماذا؟ 7: تعرضت لقضية الختان وأنت لا تحبها ولا تحب أن تفرض عليك، ماذا بك إذا طلبتها الزوجة الثانية حال تزوجت بثانية؟ سؤال 8: ما هي رسالتك لمن يخالفك المعتقد من المفكرين والملحدين واللادينيين وغيرهم، وبالذات
الدكتور كريستوف لوكسمبرغ صديقك المفضل. سؤال 9، ما هي رسالتك للإرهابيين والمغالين في الدين وبالذات الجهاديين؟ بماذا تنصحهم؟ سؤال 10، كتابك عن القرآن يحتاج إلى ضبط ومراجعة وتصحيح من جديد لاختلاف مستقى الفكرة قبل وبعد دخولك في الإسلام. أنا أتكلم عن الفصل الخاص بالأخطاء اللغوية في القرآن حسب رأيك أنت، لأنه يتعارض مع مبدأ سلامة العقيدة وفهم النصوص. ماذا ستفعل بها؟ سؤال 11، هل تصمم على انتمائك الدخول في بعض الطوائف أو المذاهب الإسلامية؟ ولماذا؟ علما بأن الإسلام لا يقر التعدد المذهبي لأنه ذات رسالة واحدة. سؤال 12، أنت تقول حسب ما أوردته في شريطك مع الأخت فري بتعارض أو تناقض نصوص القرآن الكريم، موضع المراجعة والتصحيح من جديد، وضربت مثالا بلا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. على أي أساس قلت بالتعارض أو التناقض فيه، علما بأن كل آية لها موضوعها الخاص الذي تتكلم عنه؟ سؤال 13، باعتبارك رجل مستنير بلا شك، ما الذي ستقدمه للبشرية وللمسلمين بالتحديد من أطروحات وكتابات تبشر بالسلام الإنساني العالمي خلاف كتابك حول القرآن الطبعة الحالية؟ سؤال 14، تكلمت عن عدم وجود حدود بين الدول وضربت مثالا بفلسطين وإسرائيل، ماذا تريد أن تقول بالتفصيل في هذه النقطة بالذات؟ سؤال 15، ما الذي لا تفهمه في الإسلام وتريد أن تفهمه؟ وما هو الشيء الذي فهمته ولا يعجبك وتريد تغييره؟ سؤال 16، ما هي السلبيات في أفكارك القديمة مثل ادعائك النبوة أو لقبك النبي سامي؟ ما هي الإيجابيات التي تحب أن تستمر فيها؟ سؤال 17، ما رأيك في التنظيمات باسم الإسلام؟ وما هو موقفك من قضايا الحكومات العربية ورأيك فيها؟ سؤال 18، الحرية الشخصية بين القانون والدين، التعارض والإشكال والتوافق والقبول، رأيك بالتفصيل؟ سؤال 19، مفهوم الدين والدولة في نظرك الشخصي ونظر القانون الدولي. سؤال 20، كيف تحب أن تقولها لمتابعيك في العالم العربي والإسلامي والعالمي والسوداني بالتحديد؟ وما هي رد فعلهم حيال إسلامك؟ مع خالص الود لك أستاذي الفاضل. ملاحظة أخيرة، يمكن تعديل أو حذف أو إضافة الأسئلة كيفما شئت. الأسئلة قابلة للزيادة أو النقصان حسب زمن الحلقة ما تقتضيه ضرورة الحوار. يمكن زيادة الضيوف للحلقة بعد استيفاء أسئلة الحوار إذا رغبت في ذلك. محبتي لك. إذا هذه هي الأسئلة التي هو طرحها أو يريد أن يطرحها في لقاء قادم إن شاءت الأقدار، ولم يغير رأيه. وقررنا بعد ذلك أن يكون حوارنا في 30 من هذا الشهر،
الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا، يعني يوم الأربعاء، يوم الأربعاء القادم سيكون لي معه لقاء، سيكون معه لقاء. وقد سجل بعد موافقته على ذلك تسجيلا قصيرا يقول فيه: استمعوا لما يقوله، استمعوا لما يقوله. مساء الخير يا دكتور، إن شاء الله طيب، وأشكرك للمرة الثانية للدعوة، وما في مشكلة تحت أمرك. نحن اليومين دي عندنا معاناة في الشبكة عموما، عندنا شبكة في الكيبلات الأرضية فيها صيانة عامة في القاهرة هنا، ويوم 30 مناسب عسى لحد الأيام داك يكون تم الصيانة ونكون متواصلين بإذن الله. ما في مشكلة، يوم 30 نتحدد قبالة بيوم نشوف الساعة كم، على الأقل هو باقي 7 أيام لكن بيكون نصلح لو كده داك، ما في مشكلة إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور، كتر خيرك. إذا هذه رسالة أخيرة أرسلها لي، وننتظر 30 من هذا الشهر مساء يوم الأربعاء. سوف أستفسر منه ماذا جعله يعتقد بأني دخلت الإسلام، وسوف أرد على أسئلته بنفس الأسلوب بكل عفوية كما فعلت مع الأخت فري من المغرب. والآن سؤالي لكم: ما رأيكم بما حدث؟ حقيقة أنا في حيرة من الأمر. هل فعلا هو يعتقد بأني دخلت الإسلام، أم أنه عشم رجل طيب مثل صديقنا، وهو مهندس سوداني يعيش في القاهرة وله كتابات اسمه بدر الدين العطاق. بدر الدين العطاق. أوكي، أنتظر تعليقاتكم على هذا التسجيل، يهمني جدا أن أعرف رد فعلكم على هذا الأمر. ماذا كانت رد فعلكم عندما سمعتم تسجيلي مع الأخت فري؟ ماذا كان رد فعلكم عندما رأيتم تسجيلي مع الأخت فري؟ أدعوكم لمشاهدته إن لم تشاهدوه، وتكتبوا تعليقاتكم، وهذه التعليقات ستفيدني جداً في تلك الحلقة إن تمت، وآمل فعلا أن تتم، وسوف أشرككم في الحوار كعادة قناتنا. أنهي هذه المداخلة التي أردت أن تكون يعني بكل حرية، وهدفها إعلامكم بالحلقة التي ستأتي، ومحاولة يعني معرفة رأيكم فيما حدث. هل أنتم أيضا اعتقدتم أني دخلت الإسلام؟ وماذا تقولون عن هذا المهندس السوداني؟ صحيح أنه رجل طيب ومؤدب جدا، ولكن لا أفهم كيف استطاع أن يستنتج من أني دخلت الإسلام، رغم أن الأسئلة كانت مستفزة وأجوبتي هزلية. أنتظر تعليقاتكم، وأتمنى لكم وقتا سعيدا. دمتم على خير.